وللمزيد من المتابعة والتفاصيل حول التطورات الميدانية ينضم إلينا بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس. بشير، أهلا وسهلا بك، ما هي آخر التطورات الميدانية لديك؟ تحية لك دامة. يعني قبل قليل وصلتني معلومات عن تحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية في سماء مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى. هذا التحليق المكثف صاحبه إطلاق نيران من تلك الطائرات المسيرة صوب المواطنين الفلسطينيين. قبل ساعة من الآن كان أصابت هذه الطائرات نحو 5 فلسطينيين، مما أدى إلى استشهادهم على الفور، وأصيب عدد آخر منهم بجراح متفاوتة الخطورة. كذلك تدور اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في شرق مدينة رفح، وتحديدا في شارع صدام بحي الجنينة في شرق مدينة رفح. وتقوم هذه الآليات العسكرية الإسرائيلية بإطلاق النيران وتشتبك مع المقاومة الفلسطينيين في تلك المنطقة. المقاومة قالت في بيانات لها بأنها تمكنت من إيقاع خسائر في صفوف الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في المناطق الشرقية لمدينة رفح. أيضا نلاحظ بين الفينة والأخرى سماع لدوي انفجارات قوية وعنيفة ناجمة عن قيام المدفعية الإسرائيلية بإطلاق صواريخها وقذائفها بشكل عنيف باتجاه الأحياء الشرقية والوسطى لمدينة رفح. هذه القذائف تتساقط بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، محدثة أضرارا جسيمة ومدوية انفجارات تسمع دويها في المحافظة من محافظة خان يونس في جنوب قطاع غزة. أيضا هناك قصفا مدفعيا عنيفا تقوم به المدفعية الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية لمدينة دير البلح في المحافظة الوسطى، فيما تقصف كذلك هذه المدفعية الأطراف الشرقية لمخيم البريج وتحديدا المنطقة الشرقية الشمالية من هذا المخيم حيث منطقة جحر الديك، وكذلك الأطراف الشمالية لمخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، جباليا وكذلك بيت لاهيا وبيت حانون في أقصى الشمال. لا زالت العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأرض بوتيرة متصاعدة، وكذلك هناك قصف إسرائيلي عنيف ومتواصل باتجاه مدينة بيت لاهيا في أقصى شمال قطاع غزة. الواضح بأن هذه الليلة من خلال يعني هذه الاستهدافات الموسعة والكبيرة بأن الاحتلال الإسرائيلي ماضي في توسيع عدوانه على قطاع غزة من السماء عبر الطائرات التي تحلق بأنواعها المختلفة في أجواء قطاع غزة، وكذلك من المدفعية الإسرائيلية ومن الآليات الإسرائيلية المتوغلة على الأرض، بالإضافة إلى قيام الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق نيرانها بشكل مكثف باتجاه الشريط الساحلي لقطاع غزة بدءا من بيت لاهيا شمالا حتى رفح جنوبا. دعما. نعم بشير، ويعني ما هو الوضع الصحي اليوم خاصة بعد إعلان مستشفى شهداء الأقصى التوقف عن العمل وإطلاق مناشدة ل50,000 لتر من الوقود لاستمرارية عمل المستشفى، خاصة يعني بعض الأقسام ومنها العناية المركزة والحضانات الخاصة بالأطفال وغسيل الكلى؟ حقيقة دام أن ما حدث مع مستشفى شهداء الأقصى بوسط قطاع غزة هو سيناريو يتكرر وتكرر سابقا على مدار أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بحق كل مستشفيات القطاع. النظام الصحي منهار تماما في قطاع غزة منذ بدء العملية العسكرية وبدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر الماضي. المستشفيات والمنظومة الصحية مستهدفة من الآليات ومن الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل واضح وكبير. الواضح بأن إسرائيل تريد تدمير هذه المنظومة الصحية بوسائل شتى. آخر هذه الوسائل التي استخدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هو استمرار منع الوقود والمستلزمات الطبية من الدخول إلى قطاع غزة، وهو ما تسبب بتوقف هذا المستشفى، مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، مما يعني حرمان المئات من المرضى والجرحى من الحصول
على العلاجات والأدوية اللازمة وتقديم ومنع هذا المستشفى من تقديم خدماته للمرضى والجرحى. هذا السيناريو يتكرر أيضا من خلال الاعتداءات المتواصلة على مستشفى العودة في شمال قطاع غزة وكذلك مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع بهدف إخراجهما عن الخدمة. المؤسسات الصحية في قطاع غزة، المستشفيات والمنظومة الصحية وكذلك منظمة الصحة العالمية وجهت تحذيرات عدة في هذا المجال وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إدخال الوقود والمستلزمات الطبية إلى مشافي قطاع غزة بشكل عام، وحذرت مرارا وتكرارا من خطر توقفها على حياة الفلسطينيين في قطاع غزة. نعم، على ما يبدو بأنها ليلة دامية، نتمنى لك السلامة. كل الشكر لك بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من خان يونس.